بالنسبة لرمي الجمار، إذا جاء الإنسان يرمي الجمار يجوز يرمي باليمين ويجوز يرمي باليسار، الأمر فيه سعة. وقبل كان رمي الجمار يعني أصعب شيء في الحج، زحام شديد. الحين ما شاء الله يعني المملكة السعودية الله يحفظهم يعني سهلوا أمور الرمي، صار الرمي الآن أنا أسميه متعة الحج. رمي الجمار الآن صار متعة الحج، بس هو في شيء واحد مشي. فاللي عنده محبة للمشي أو ما عنده مشكلة مع المشي أموره طيبة جدا، لكن اللي يتعب في المشي هذا ممكن يوكل غيره أن يرمي عنه. فإذا وكلني أحد أني أرمي عنه، أول شيء أرمي عن نفسي الصغرى ثم أرمي عن من وكلني، جيت الوسطى أرمي عن نفسي ثم أرمي عن من وكلني، جيت الثالثة الكبرى أرمي عن نفسي ثم أرمي عن من وكلني. والحصى التي نرمي بها سننبهكم عليها إن شاء الله تعالى هناك تكون أيضا قدر الأنملة، مثل حبة البندق، مثل النخل الكبار، مثل الفستق الكبار، هذه التي يرمى بها. لو رميت بأصغر أو بأكبر ما يضر، لكن ما نرمي بطابوقة مثلا أو بكاشية أو كذا، لا، وإنما يسمى حصى الخذف. حصى الخذف نخذف به أي نرمي به، ولا يجوز أن ترمى أكثر من حصى مع بعض، وإنما وحدة وحدة. بعض الناس يتشكك يقول أنا ما أدري كم رميت، كني رميت زايد، كني رميت ناقص. أحسن شيء تطلع من الكيس كيس الحصى، تطلع 7 حصيات تحطه بيدك وتأخذ واحدة واحدة، الله أكبر الله أكبر، هني يقين أنك رميت 7 لأنك حاط بيدك 7، خلاص بعد عنك الشك والوسواس. فعندما نرمي الجمرة الكبرى ثم بعد ذلك في الأيام التي بعدها اللي هو ثاني العيد ثالث العيد نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، نكون بهذا قد أتممنا جل حجنا ولم يبقى لنا إلا طواف الوداع.